يعني إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فلينتقي الإنسان كلامه ويحسب ألف حساب لكل كلمة يقولها، ما يلقي الكلام هكذا. جاءت بنت امرئ القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا محمد، أربك أبلغ أم أبي؟ سؤال خطير هذا، تقول أربك أبلغ، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقول أربك أبلغ أم أبي؟ وين أبوك أنت وين؟ لكنه صلى الله عليه وسلم ما يتعامل تعاملنا نحن، ما عجول ولا، وإنما عليه الصلاة والسلام كان في أبعد آماد الحلم والأنا. قال: أبوك إيش يقول أنت أبوك؟ سمعينا، هاتي جيبي أبوك، ماذا يقول أبوك؟ قالت: يقول أبي بسفك الدماء يا جارتا تحقن الدماء، وبالقتل تنجو كل نفس من القتل، لو أن كل من سفك الدم سفك دمه، وكل قاتل قتل لسلمت النفوس والدماء. قال: الله در أبيك ما أبلغ أبوك، حقيقة أنه بليغ، يعني لا يشق له غبار، صحيح، لكن ربي أبلغ. قالت: لماذا يقول؟ قال: يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تعقلون. فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. ما يحتاج كل بمشاده وكل بضرابه وكل، لا ما يحتاج، يعني الأمور تؤخذ بالحسنى.